الكينوا هي زراعة جديدة دخلت لتونس تقريبا منذ سنة 2014 عن طريق الباحث الدكتور أحمد المرواني. بالنسبة لنا نحن والياسينيين دخلت سنين موسم الفلاح الحالي 2022-2023 تم تجربتها على مستوى ضيعة فلاح مجاور لسد سليانة على مساحة تقريبا نصف هكتار، فيها قطعتين، قطعة للمستوى المزارع على مستوى التجربة وقطعة للإنتاج. الكينوا هي المنتوج نتاعها يتم بيعه في الفضاءات الكبرى ويتم استغلالها كغذاء. هي نبتة مقاومة للجفاف، تطلبش كمية كبيرة من الماء، تقريبا 50 ملم في بداية منذ البذر وبعد 80 ملم تقريبا في فترة الإزهار، مع تقريبا الثلث اللي تستغل الحبوب. تبعناها خاطر بحكم أنها كلتير جديدة، ونحن بطبيعتنا كمان دبي معناتها كل كلتير تقدم الفائدة للفلاح، معناها علينا كان نشجعوا عليها بالطبيعة بعد ما تكتمل التجارب ونشوف معناتها وين تنجم توصلنا من حيث المردود ومن حيث القيمة الغذائية نتاعها كسوة للحيوانات وللبشر. التغيرات المناخية اللي شهدناها السنة اللي تقريبا ولات لنا مجاحة 100%، نتلفت نلقوا الكينوا ما شاء الله معناتها في استعد به. الكينوا هي زراعة جديدة ودخلت لنا لتونس، ونأمل أنها في ظل التغيرات المناخية هذه أنها تاخذ حظها بحكم أن هي نبتة أكسجين للماء ما تطلبش برشا كمية من الماء. كيف أن هي نبتة تنجم تكون حسب تشوف الماس في تطيف ما شاء الله تعالى حتى 2 متر. النبتة هذه تنجم تكون حتى نستغلوها حتى المواد العلفية للحيوانات. كيف أنها تنجم تكون تستعمل في المطبخ بحكم أن هي الورقة نتاعها شبيهة جدا بورقة السبناخ. النبتة هذه تاخذ حظها وتدخل لنا حتى في الدورة الزراعية معناتها لزراعة الحبوب. أدخلت زراعة الكينوا لتونس سنة 2013 بمناسبة السنة العالمية لزراعة الكينوا. والسبب الثاني هو أني أعتقد أنه عدة بذور يقع توريدها من الخارج أحنا في تونس قادرين باش ننتجها. الأصناف اللي موجودة في الكينوا في العالم هي 90% من الأصناف أو من حبوب الكينوا هي الكينوا البيضاء، وموجود 10% حبوب كينوا حمراء و 5% سوداء. احنا في تونس اللي تشوف فيها الصنف هذايا هو صنف 20. مزايا الزراعة هذه هي زراعة خالية من الجلوتين، وهذايا معناتها يساعد مرضى السيلياك. الفائدة الثانية هي تساعد وتعالج مرضى فقر الدم دونك لي زانيميك، وكذلك النساء الحوامل ولا المرضعات. الكينوا يلزم تمكن من تحضيرها وغسلها لان فيها ماده السابونين تسبب شويه مراره في الاكل، لكن ما عندها حتى تاثيرات جانبيه على من يستهلك ولو كانت فيها مراره. المرحله الاولى يلزم يقع تنظيفها بالماء وغسلها بالماء عده مرات، ثم يقع الطهي متاعها. البذور اللي يقع غسلها ناخذ كاس الكاسين ماء، ثم نوضعوها للطهي لمدة 15 حتى 20 دقيقة، وبعد ذلك يقع عندما تنضج وتشرب الماء نتاعها الكليكة والجنين اللي موجود في الحبة يخرج. هذوكم علامات أنها وقع معناتها وقع طهي. توريد الكينوا في تونس قرابة 8 طن، قرابة 80 قنطار، ويقع إنتاج المحلي في تونس قرابة 2-3، وإن شاء الله نقولوا السنة نفوتوا 3 أطنان. السعر مازال عالي، ونتمنى أنه السعر ننزلوا به إلى أقل من 20 دينار. السعر العالمي في الدول الأوروبية زاد راهو عالي.